السلام عليكم ورحمة الله. إذا اليوم مع المفيد في الرياضيات المستوى الخامس صفحة 19 لاباج 19. دونك ندوي مع سعود ولاحظوا إجابة مريم ثم حددوا أصح الأخطاء التي ارتكبتها. إذا لاحظوا هذه A أو B هي أقل من ديال الكوس اللي هي قائمة، إذا هذه زاوية حادة أونغل إيغي، دونك هذا خطأ. دونك أونغل إيغي زاوية حادة، زاوية حادة هذه أكثر من الزاوية ديال الكوس، إذا هي زاوية منفرجة. أونغل أوبتي هذه قد ايه الكوس؟ دونك زاوية قائمة أونغل أونغل دغوا زاوية قائمة، هذه زاوية حادة كنا أونغل إيغي صحيح، هذاك الشيء ما عاودتهاش. قيمة 10، إذا عيسنا أن المثلث ABC قائم الزاوية متساوي الساقين، أتأكد من ذلك باستعمال الأدوات اللازمة. إذا قائم الزاوية نتأكد بالكوس، نعم الزاوية قائمة متساوي الساقين بالمسطرة ولا بالبيركار بحال بحال. دونك نشوفو هاد الضلع هذا، هذا نعم هو هذا نفس القياس، دونك نفس القياس وزاوية قائمة. إذا أنا استنتج إذا منتصف أطول أضلاع المثلث القائم الزاوية في المثلث القائم الزاوية في كل مثلث قائم الزاوية منتصف أطول أضلاعه، أطول أضلاعه المنتصف ديالو هو مركز الدائرة، هو مركز الدائرة المحيطة بالمثلث، المحيطة بالمثلث يعني المنتصف كيكون هو مركز الدائرة اللي كتحيط بالمثلث. 11، أنشأ أحمد الشكل التالي دون استعمال الأدوات اللازمة، أعيد رسمه بكل دقة. دوك إلا بغينا نرسمو غنعاودو نبداو مثلا بالزاوية 36، عندك زاوية قائمة. مثلا إذا هذه زاوية قائمة، إذا هذه زاوية قائمة. دونك هذه أ درنا فيها زاوية قائمة، من بعد 3 سنتيمتر، إذا هنايا 3 سنتيمتر، إذا هنا 3 سنتيمتر. من بعد نقدر ندير هاد الزاوية 36 درجة، 36 درجة. دونك هنا نقيسو على هاد الضلع هذا هكذا، إذا هنايا هنايا مثلا غنديرو هنايا الرأس على الزاوية، هنا نتبعو حيت هادي هي الزاوية، دونك نتبعو هاد الصفر هذا. إذا شحال بغينا في 36، دونك 10 10 20 30 30 35 36، دونك 36 هي هذه. جيد، إذا هنا 36 درجة، هنا 4 سنتيمتر، دونك نعبرو 4 سنتيمتر، 6. جيد، دونك هنا يدي، هنا ما عطاونا لا قياسات لا والو، إذا هنا الدي، وهنا مثلا السيرة فين تلاقاو، هنا هي السي. دونك الأساس هو نديرو هنا زاوية قائمة، نديرو هنايا 36 درجة، نديرو هنا 4 سنتيمتر، هنا 3 سنتيمتر. دونك احسب قياس الزاويتين ACB، دونك ACB يعني هاد الزاوية هادي، إذا إلا بغينا هاد الزاوية هادي لاحظو هادي 90 وهادي 36، عاد كنعرفو مجموع زوايا المثلث هو 180 نقصو من 90 و 36، دونك ACB دونك هو 180 درجة،
غنقصو منو المجموع ديال 90 و 36، 90 و 36 درجة. دونك هنايا غنجمعو 90 و 36 هي 126، 180 نقصو منها 126 هي 54 درجة. دابا دي سي أ، دي سي أ، دي سي، دي سي أ، يعني هادي دي سي أ. اذا هذه حنا دابا هذه حسبناها هي 54. لاحظوا مستقيم هي واحد نصف دائره، هادشي 180. اذا هذه 180 نقصوا منها هذا 54، دونك دي سي ا هي دي سي بي نقصوا منها ا سي بي. دونك دي سي بي، دي سي بي، دي سي بي هي 180 زاوية مستقيمية. غنقصو منها أ سي بي، راه سبقنا حسبناها 54، دونك هي 126 درجة. دابا تلطاج جو كونستخوي لونجل دغوا أ أو بي، بي أو سي، إي لونجل بي أو سي دو 50 دوغري سيغ أون في بلونش. دونك هنا أ أو بي و بي أو سي دو 50 دوغري، دونك لونجل دغوا أ أو بي هادي أونجل دغوا. دونك هادي نديروها بالكوس. دونك هادي سميتها أ أو بي، أ أو بي، إي لونجل بي أو سي دو 50 دوغري، بي أو سي، هادي غنديروها بمنقالة. دونك هنايا ها هو الصفر على الضلع، ها 50. Je calcule la mesure. Donc, je calcule la mesure de l'angle AOC. Donc, AOC, il y a un jumeau. Donc, AOC, il y a 50. Il y a 140. Il y a la de l'angle AOC. Donc, il y a 140. Donc, c'est un angle. اوبتي لان فيه 90، يعني زاويه منفرجه ب 14. اعيد رسم الشكل التالي بالقياسات الحقيقيه على ورقه بيضاء ثم احسبوا قياس الزاويه ا او دي. دونك هنايا الا بغيت قياس الشكل، اذا باش غادي نبدا، غنبدا هنايا بالضلع او ا، ولا نبدا مثلا ب او دي من الاسفل. نبدا ب او دي مثلا، اذا ها او ها دي. اذا غنبدا بالزاويه الاولى اللي هي 20 درجه. دونك هنايا غنحط هنا المركز، غندير 20 درجة نصيل. جيد، ثم هادي سي 20 درجة، من بعد 30 درجة، 30 درجة. دونك نفس الطريقة نحطو هنايا، إذا صفر 10 20 30 درجة نصيل. دونك هادي 30 درجة بي، ثم من بعد 45 درجة ندير أ. دونك 45 درجة، دونك 40، 45 درجة نصيل. 40 او 45، شحال درنا؟ 45 درجة. هذه هي الطريقة باش نعاودو الشكل. جيد، الان احسب قياس الزاوية ا او دي، نجمعو هذا زائد هذا هي تعطيني ا او دي. دونك ا او دي من ا تال هي ا او بي زائد بي او سي زائد سي او دي، دونك هي 45 زائد 30 زائد 20، بقى تعطيني 50، 90، 95 درجة. اوكي، لهنا كملنا الصفحة 19 من المفيد في الرياضيات المستوى الخامس. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله.